السلام عليكم خوتي خواتاتي، واليوم غادي نشارك معاكم الرسمه ديالي اللي كان او ورق مقوم ايوا والالوان وكاس الماء باش شو ما عارفين. غادي نرسم فاش غادي نسالي غادي نوريكم. يلا يلا ما تنساوش ديروا لايك وابونوا وتفعلوا جرس الاشعار. بيس. حتى اي حاجه كديريها من قلبك معرفتك خبرتك وابداعك في فن الطيابه كيخليوك شاف عيون حبابك. شنو عندك اجي؟ شحال ولا كنسال شي واحد سؤال صغير؟ هي ثلاثة. سميتي سيمو نشرف فيك دكتور سيمو. هكا ديما كيف حال كريدي انستالاسيون وفتح العياده ديالك بوحدك خذ كريدي وما تبدلش بلاصه حتى العام الجاي واستفد من نسبة فائدة تفضيلية. بغيت تعرفوا أكثر؟ بانكو فابريكا توهيما. المرصد الوطني لحقوق الطفل ينظم معسكرا تدريبيا للناشئة للمرض ونختم النشرة الرياضية حيث ينضم إلينا الزميل أسامة العبادي ليطلعنا على أجواء آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني قبل مواجهة منتخب ليسوتو. مرحبا بكم من جديد. غدا 18 من 900 كان ذلك انتصارا قويا لإرادة الأمة ولكفاح شعب توحد وراء ملكه في مواجهة مخططات المستعمر الذي لم يدرك أن في نفي رمز الأمة تأجيجا لوطنية المغاربة وتعجيلا بنهاية عهد الحجر والحماية. كان نصرا مبينا وحدثا تاريخيا حاسما أن يتم إنهاء الوجود الاستعماري الذي تم تاخذه برك إعلان استقلال أن كان هناك خطاب للأم محمد الخامس الذي أعلن فيه نهاية الحماية نهاية الاستعمار وقال أننا خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر بمعنى البناء الوحيدة في تاريخ الاستعمار أن أراده جزئها. كان هناك حماية فرنسية وحماية إسبانية وحماية جزئية لفرنسا فمن نوفمبر 1955 إلى نوفمبر 1956 تم استرجاع هذه المناطق الثلاث. كان هناك كما قلت فريق مشترك مع فرنسا في 6 نوفمبر 1955 كان هناك أيضا أبريل 1956 مع إسبانيا وفي نوفمبر 1956 كان في المنطقة الدولية في منطقة طنجة التي تحت حماية مجموعة من الدول. ثم المسألة الثانية وهي بناء المؤسسات في عجالة بسرعة تعتمد على بناء المؤسسات انتصار على العرش والشعب. نعم يعني كما قلت يعني محطة أنا قرأت مثالي يعني تعكس قيم الإخلاص والوفاء والإرادة القوية حتى نربط الماضي يعني بالحاضر. كيف ساهمت هذه المرحلة شيئا ما في إرساء أسس مغرب اليوم الذي قلت عنه يعني كما تفضلت المستقل والموحد؟ بطبيعة الحال أن الوحدة الوطنية والوطنية ما زالت قائمة في خطب جلالة الملك على مستوى حماية أشرف سمتيلينا درت الخريف فصل الخريف درت الشجار كيفاش كتكون فصل الخريف برافو حمزة يلا كسب حمزة فورار فيها ودير شي سينياتور مع انا السينيشر ديالي ولا حتى اش ما عندوش ستيل. براو ريحه زوينه المره كان بيض شو دابا كيولي صافي كملتي كملت براو ريحه زوينه. ومن قبل ما نسال الفيديو شنو تقول لهم؟ ما
تنساوش ديروا لايك وابونوا وفعلوا الجرس باش ندير لكم عاوتاني شي رسمه زوينه ويلا بيس.